زوارنا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في منتزه وادي بارك ومن قناة أطفال ومواهب، اللي أسمع تحية قوية. وين التحية قوية لقناة أطفال ومواهب؟ رحبوا معنا بزهرات أطفال ومواهب، أسمع تحية قوية. يا سلام يا سلام، طلوا علينا زهرات أطفال ومواهب في نشيد لزهور جداوي، أهلا بكم، أسمع لها تحية قوية. وين التحية؟ يا سلام يا سلام يا سلام.
صامتة تبتهج، وصامتة مبتهجة بحضور هذا الجمهور الجميل والرائع وبتواجد قناة أطفال ومواهب. اسمع تحية قوية. اسمع تحية قوية. يا سلام صامتة، صامتة تبتهج. عامل اصحابي مع المتألقة جومان، اسمع لها تحية قوية.
اسمع تحية قوية. وطننا فيه خير يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلمات عانقها لحن نجد حتى نشيد أهتم للمتعلقة غرام أبو جبل. اسمع تحية قوية. يا سلام يا سلام. طبعا اذكر السادة والحضور الجميع نحن الان مع بث مباشر في قناة اطفال ومواهب انشودة نصيحتي مع الاستاذ والمتألق دوما وابدا ابراهيم ابو جبل. اسمع له تحية قوية. يتمايل فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلمات عانقها لحن نشكو حتى. أولا أهلا بهالجمهور دائما أهل صامتة بصراحة متميزين في الحضور. لسه هذا العرض المبدئي لسه عروضنا مستمرة دائما أقولها إذا وصلنا صامتة جاء الجمهور من كل مكان. أسمع تحية منكم لكم تحية قوية.
أهل الوفاء وأهل العلم وأهل الكرم بصراحة، جمهور دائما لا يعلى عليه. نصيحتي نصيحتي يا ابني الغالي وابنتي، انتو حبي وفرحتي وانتو املي في دنيتي. نصيحتي 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 نصيحتي. ابشر ابشر بفرحتك، كل ما انست لحضرتك بعد الغالي حبيبنا، كم تسألنا نصيحتك. أول كلمة تهمكم عيشوا بالحب بينكم، وطاعة أبوكم وأمكم فيها هناكم وسعدكم. أول كلمة تهمكم عيشوا بالحب بينكم، وطاعة أبوكم وأمكم فيها هناكم وسعدكم. حاضر حاضر حبيبنا، حاضر حاضر حبيبنا، بابا بابا تسلم لنا تسلم لنا. حبايبي حبايبي يا ابن الغالي وابنتي، انتو حبي وفرحتي وانتو املي في دنيتي. نصيحتي 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 نصيحتي. ابشر ابشر بفرحتك، كل ما ننسك لحضرتك بعد الغالي حبيبنا، كم تسألنا نصيحتك. عيشوا بالجد والامل وخلوا التسويف والكسل، مفتاح المجد والعلا هو الاتقان في العمل. وعيشوا بالجد والامل وخلوا التسويف والكسل، مفتاح المجد والعلا هو الاتقان في العمل. حاضر حاضر حبيبنا، حاضر حاضر حبيبنا، بابا بابا تسلم لنا تسلم لنا. حبايبي حبايبي يا ابن الغالي وابنتي، انتو حبي وفرحتي وانتو املي في دنيتي. نصيحتي 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 نصيحتي. يلا هذه نصيحة من خيال اغلى اغلى من الذهب، منك يا با حبيبنا مثلك جلال مولانا. هذه نصيحة من خيال أغلى أغلى من الذهب، منك يا با حبيبنا مثلك جلال مولانا. حاضر حاضر حبيبنا، حاضر حاضر حبيبنا، بابا بابا. شكرا شكرا حبايبي، شكرا شكرا حبايبي، شكرا شكرا حبايبي. أسمع تحية قوية. شكرا استاذ ابراهيم ابو جبل على الاداء الجميل والرائع حقيقه، من مع زهرات اطفال ومواهب اللي اسمع لهم مره اخرى تحيه قويه. وين نشيد أهديتني للمتألقة والمبدعة شهد، أسمع لها تحية قوية. ترجمة
شكرت يا صديقتي شكرا شكرا على الذي شكرا على الذي هدية جميلة كروحك البهية كروحك البهية يفوح من شبهها عطورك الزكية عطورك الزكية هدية جميلة كروحك البهية كروحك البهية يفوح من شبهها عطورك الزكية عطورك الزكية وقد كتبت فيها بأحرف المضيئة وقد كتبت فيها بأحرف المضيئة كما ترى المحبة ما بينها قوية ما بينها قوية أهديتني بحب نظرك النبي فقلت يا صديقتي شكرا شكرا على الهدية أهديتني بحب نظرك النبي فقلت يا صديقتي شكرا شكرا على الهدية شكرا على الهدية وحبكم سيبقى في القلب يا روحية في القلب يا روحية والذكرى تبقى على الدوام حية على الدوام حية وحبكم سيبقى في القلب يا روحية في القلب يا روحية والذكرى تبقى على الدوام حية على الدوام حية أما أنا فهدي هدية طرية أما أنا هدية طرية أهديتها وأيوب أهديتها وأيوب أتقبل الهدية أهديتني بحب نظرك النبي فقلت يا صديقتي شكرا شكرا على الهدية أهديتني بحب نظرك النبي فقلت يا صديقتي شكرا شكرا على الهدية شكرا على الهدية شكرا على الهدية شكرا على الهدية وأسمع أحلى تحية يا سلام يا سلام إبداع إبداع زهراء أطفال ومواهب في هذه الليلة الجميلة ليلة الويكند ليلة الخميس هذا كان العرض المبدئي لسه عندنا عروض متواصلة يريح الزهرات شوي ونعود للعروض بعون الله تعالى في أثناء البث جتنا عدة طلبات الطلب الأول جتنا تحية من غدي من قطر وسارة اليامي تقول أبغاها في البث وفي الحفل وجتنا هدية أيضا من أهالي صامتة من الأستاذة فرح وجتنا أيضا هدية عبر متجرنا من الأستاذ الوليد سهلي نقول لهم شكرا وسمعنا لكم ترى أقوى تحية ووصلت إيلان هدية خاصة أيضا من الوليد وينك يا إيلان لازم تنشدي بعدين ولا بيزعل من الوليد يقول جت هدية وما أنشدت طبعا إيش المتجر خلونا نتكلم شوي عن الأشياء اللي طورتها القناة أولا عندنا لأصحاب الآيفون والآيباد تطبيق اسمه قناة أطفال ومواهب تقدر تدخل الآن وتحمل التطبيق هذا تطبيق يشمل البث الفضائي يشمل تتابع مواقعنا وأخبارنا أصحاب الآيفون ادخل على المتجر اكتب قناة أطفال ومواهب أما البرنامج الثاني فهو أيضا للآيفون وللأندر أيضا اللي هو متجر قناة أطفال ومواهب إذا كتبت حيطلع لك تقدر تتصفحوا الآن في عطورات الزهرات في طلب تحية في الإهداء للزهرات فأشكر كل الجمهور طبعا للزهرات بدون عباس يعني عباس أنا حصلت هدايا من المتجر يمكن حوالي 150 هدية من متجر أطفال المواهب كلهم أهدوني صح ولا لا؟ لا صح ها؟ ها؟ ما حق الأهداك بصراحة أستاذ إبراهيم كنت في البث معاك أنا وحصلت هدايا إيش الهدية؟ يعني ريال لا لا هدايا جميلة صراحة في المتجر فحملوا الآن التطبيقات وقيمونا عندنا للآيفون تطبيقين قناة أطفال ومواهب ومتجر أطفال ومواهب والأندر عندنا تطبيق المتجر لو متجر قناة ادخلوه وتصفحوه حيعجبكم فرصة حمد موجود حمد نختم هذه الفترة بنشيد لك تكفى ها الله. يلا
اسمع تحية قوية للمبدع والمتألق حمد ابو جبل. وين التحية؟ انا يا ابويا احبك. انا بعدين ما عاد نلقى يتمشى كذا. أنا يا أبويا أحبك. جاهزين؟ يلا. يا حمودي حبيبي يا روحي ونبضي قلبي، انا بهديك لحني مع زهري وحبي. يا حمودي حبيبي يا روحي ونبضي قلبي، انا بهديك لحني مع زهري وحبي. اشوف الكل دايم باطفال ومواهب وبالسقف يا هلا الحبايب. أشوف الكل دايب بأطفال ومواهب وبتزاد افتخاري يا هلا الحبايب يا هلا الحبايب. بفضل الله يا ابني وتوفيقه وعونه تحقق كل انجاز وكل الخير منا. بفضل الله يا ابني وتوفيقه وعونه تحقق كل انجاز وكل الخير منا. انا يا ابويا احبك. انا يا ابويا احبك. وانا وانا احبك يا ابويا. الله يعينك ويبارك في وجودك، وانا باسم الطفوله احبك وردودك. يا ابويا الله يعينك. اللهم امين. يبارك في وجودك، وانا باسم الطفوله احب اشكر جودك. يا ابويا الله يعينك. امين حبيبي حمودي. إذا نتوقف الآن للفاصل البسيط ونعود للعرض الرئيسي اللي حولنا وحوالينا وقريبين من صامت الجمال وصامت العلم وصامت الثقافة. يقدروا يلحقوا لسه، عروضنا متواصلة. كنا زمان أيام قناة الأثير إذا قلنا جينا صامتة تحصل الجمهور، يعني ما شاء الله تبارك الله. أذكر في أحد قصور الأفراح كان موجود، ما أدري أهل الصامتة ممكن يذكرون اسمه، اسم القصر جينا فيه زمان أيام قناة الأثير. مين يعرف القصر؟ قصر إيش؟ والله ما أسمع الصوت. ها؟ أيوة قصر الشعبي صح. جينا وقلنا عندنا حفل بصامتة ونزلنا إعلان شريط، حتى ما هو فيديو، شريط في قناة الأثير. قلنا إحنا جايين مع فريق أطفال ومواهب، كان أنا ومعي خالد الحازمي ومعي دميتين وبنت. وجينا وكان الحضور إيش ما شاء الله تبارك الله. ثم بعد ذلك سوينا مهرجان تقريبا 5 أيام بعد نجاح الفعالية
فأهل صامتة معروف حبهم وتفاعلهم للفعاليات. أسمع تحية منكم لكم. إذن نتوقف للفاصل ونواصل بمشيئة الله تعالى. يلا إذن فاصل قصير بمشيئة الله تعالى نتجول فيه في أرجاء منتزه وادي بار، يروح للألعاب الهوائية والألعاب الكهربائية والمطاعم وبطاطس الجيزاني وبطاطس حلزوني، أيضا بيت الرعب اللي موجود خلف الألعاب الكهربائية متواجد بحلته الجديدة. أتمنى الزيارة الآن في هذا الفاصل. أترككم بعد الفاصل نعود مع الفقرات الجميلة والرائعة في منتزه وادي بارك ومع قناة أطفال ومواهب. شوفوا البراء والزين مع الصغار جايين، انهي صغار ربي يحفظهم من كل حاسد أو عين. شوفوا شوفوا البراء والزين مع الصغار جايين، يا سلام صغار ربي يحفظهم من كل حاسد او عين. مع البنات الساعات تحلى بكل الاوقات، ماما وبابا اقوى صغار بابا اقوى يا محلى هذا الانشاد. مع البنات الساعات اللي هنا نايمين اللي هنا يا سلام وين فوق ومع صغار الأولاد أيوة. يا نحلى هذا الإنشاد، بابا وبابا صغار ما أحلاهم، هاي 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 يلا يخلي من رباهم نايمين، صغار ما أحلاهم يخلي من رباهم، هاي برواحنا نفديهم وقلبنا يغليهم، برواحنا نفديهم وقلبكم يغليهم. يمين يسار يمين يسار صغار ما أحلاهم، هاي 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 يخلي من رباهم، هاي 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 صغار ما أحلاهم، هاي هاي يلا فوق فوق يخلي من رباهم فوق. أيوة يا سلام يا سلام، ابغى اسمع لهم تحية قوية. حلوين 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 حلوين. طبعا دقيقة بس، عندنا مسابقة غدا بمشيئة الله تعالى بطقم ذهب. من شروط المسابقة في المنتزه، في شروط حاطينها المنتزه، انت يعني على اي شخص يبغى يدخل في السحب على السناب بالطقم الذهب، اكتب قناة اطفال ومواهب متواجدة معنا في منتزه وادي بارك يوم الخميس، تكتب بهذا الطريقة عشان تخش معنا السحب على طقم الذهب. على الجميع اللي يبغى يخش في السحب على طقم الذهب لابد السناب موجود هنا، اللي ما أخذ السناب يأخذ السناب موجود ويكتب قناة أطفال ومواهب متواجدة يوم الخميس على منتزه وادي بارك او في مسرح منتزه وادي بارك، ويخش معنا السحب على السناب. غدا حيكون السحب غدا، يشترط ان يكون الشخص موجود، لابد يكون حضورك موجود حتى نسلمك الجائزة قدام اللي موجودين. ويلا حماس يلا حماس اقوى اقوى لا 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 يلا ها صوت صوت يلا مرت بين عامين بهدفنا سمين، عقبالي مية عام قولوا معي أمين، مرت بين عامين بهدفنا سمين، عقبالي مية عام قولوا معي أمين. مرت 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 بين عامين مرت
مرت مرت بنا عامين رسالة محمودة ويلا حماس ونسعد بضحكتكم أطفالنا الحلوين رسالة محمودة يا سلام ونسعد بضحكتكم أطفالنا الحلوين مرات 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 بلا عامين مرات 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 بلا عامين يا سلام مرات مرات حلوين ها فوق 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 ايوه حلوين يا سلام حلوين أطفال ومواهب حماس وين الصرخات وين نادت يا مراهب أطفالنا الغانين أطفال ومواهب للبهجة واكب نادت يا مراهب أطفالنا الغانين مرات مرات مرت بنعمين مرات مرات مرت بنعمين حلوين عامين حلوين وجودكم معنا يكتمل المعنى بإلهامكم سرنا للقمة مجتمعين يا سلام وجودكم معنا يكتمل المعنى بدمكم سرنا للقمة مجتمعين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مشتاقين لأطفال ومواهب صح ولا لا؟ جينا على الموعد للمبدعة الصغيرة الرائعة ابتهال أبو جبل خليفة الجوري طبعا قبل شوي قابلت نجمتان كانوا معنا في قناة أطفال المواهب بدون ذكر أسماء طبعا ما شاء الله كبروا اللي في كلية الطب حصل لي موقف قبل أيام رحت أسوي حشوة للأسنان وجدت الدكتورة هي كانت إحدى نجمات قناة أطفال ومواهب اسمها الدكتورة أسماء زين إن شاء الله تكون متابعة أسماء لأقوى تحية كانت إحدى نجماتنا ما شاء الله تبارك الله جينا على الموعد استعراض زهرات أطفال ومواهب جينا 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 على الموعد يلا فوق فوق فرحة اللقيا حلوين لحلمنا الواعد هيا بنا هيا جينا على الموعد جينا يا فرحة اللقيا
نسمع أحلى تحية. الله على هالحضور. الأمل جانا بطلب من فرح عن طريق المتجر. نذكر عندنا هنختار إحدى العائلات اليوم ونعطيهم جميع منتجات المتجر. كيف؟ لابد أن يكون العائلة حملت برامجنا. بالنسبة لأصحاب الآيفون والآيباد عند الأبل طبعا عندهم برنامجين، برنامج اسمه قناة أطفال ومواهب وبرنامج اسمه متجر قناة أطفال ومواهب. حملوها الآن وفعلوا الإشعارات. بالنسبة للأندر عندهم برنامج واحد وهو متجر قناة أطفال ومواهب. حملوا، اختار عشوائي العائلة اللي محملين على طول ناخذ بياناتهم، يوصلهم طلب كامل بمنتجات متجر قناة أطفال ومواهب. كما وصلت هدية أيضا عشان ما ننسى أول بأول. وين الوليد؟ هذا للقناة قلنا، وإيلان قلنا، وجمان قلنا، أيضا هيا من قطر طلبت هدية أو تحية من جمان أيضا. جمان مكتسحة هي وابتهاء المرة هذه ما شاء الله. عندنا وإيلان بنت صامتة، إيلان طبعا، إيلان وروان لازم تنشدونا عشان أنتم من صامتة. طيب عندنا أيضا تحية عبر الهواء للصديقتان غدي من قطر وسارة اليامي، يبغوكم من على المسرح جماعية جهزوا لهم. يلا الأمل، لابد أن تكون عندك أمل في كل شيء في حياتك حتى تنجح. كل إنسان منا يمر بظروف صعبة، يمر بأشياء في حياتك، قد تفقد شخص عزيز على قلبك، قد يروح عليك شيء من عملك، ولكن تمسك بالأمل لأنه سر النجاح. لو كلنا استسلمنا للظروف والمعيشة سواء ولا كانت ظروف العمل ولا كانت أي شيء ما رح نستفيد. في الأخير الإحباط يرجع لك أنت لذاتك، لذلك لابد أن يكون عندك أمل. سينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل، سنقول نور البدر تم بالأمس قلنا البدر هل. وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل، سنقول نور البدر تم بالأمس قلنا البدر هل. قد أتى بعد الظلم صبح تسر به المقل، معه نسينا كل هم وسرورنا فيك تمل. ها قد أتى بعد الظلم صبح تسر به المقل، معه نسينا كل هم وسرورنا فيك تمل. وسينتهي هذا الألم وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل، سنقول نور البدر تم بالأمس قلنا البدر هل. وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل، سنقول نور البدر تم بالأمس قلنا البدر هل. هذا النجاح لنا ابتسم لم يثننا مر الفشل، معنا تبسم كل فم وشمع فرحتنا اشتعل. هذا النجاح لنا ابتسم لم يثننا مر الفشل، معنا تبسم كل فم وشمع فرحتنا اشتعل. وسينتهي هذا الألم وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل، سنقول نور البدر تم بالأمس قلنا البدر هل. وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل، سنقول نور البدر تم بالأمس قلنا البدر هل. بعد قحط قد ألم حيث السماء لنا هطل، والجرح طاب والتأم ورحلت يا كل العلم. من بعد قحط قد ألم حيث السماء لنا هطل، والجرح طاب والتأم ورحلت يا كل العلم.
وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل سنقول نور البدر تم بالأمس قل البدر هم وسينتهي هذا الألم وغدا يعانقنا الأمل سنقول نور البدر تم بالأمس قل البدر هم حل المشاكل من عدم ها قد وجدنا ألف حل ومع العزيمة والهمم لا يأس كلا لا ملل حل المشاكل من عدم ها قد وجدنا ألف حل ومع العزيمة والهمم لا يأس كلا لا ملل وسينتهي هذا الألم وسينتهي هذا الألم وسينتهي تحية قوية وين التحية الحياة حلوة للمودعة الرائعة روان بينا نسمع أفكارنا تسعدنا والدنيا مروحة دار السعادة فكرة يلا بينا نسمع أفكارنا تسعدنا والدنيا مروحة الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة كيف نوصلها الحياة حلوة الحياة من ويلا نازلها الحياة حلوة الحياة حلوة كيف نوصلها الحياة حلوة الحياة من ويلا نازلها الحياة حلوة ساعة صفا تجمعنا عليها وهنهتم إذا ابتسمنا فيها حياتنا تتبسم ساعة صفا تجمعنا عليها وهنهتم إذا ابتسمنا فيها حياتنا تتبسم الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة كيف نوصلها الحياة حلوة الحياة من ويلا نازلها الحياة حلوة الحياة حلوة كيف نوصلها الحياة حلوة الحياة من ويلا نازلها الحياة حلوة أفكارنا محلى زينا ونزينها نصنع بها دنيانا نبي نتجاوز لونها أفكارنا محلى زينا ونزينها نصنع بها دنيانا نبي نتجاوز لونها الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة كيف نوصلها الحياة حلوة الحياة من ويلا نازلها الحياة حلوة كيف نوصلها الحياة حلوة الحياة من ويلا نازلها الحياة حلوة نسمع أقوى تحية برافو عليك للمبدعة إيلان بمشاركة إيلان وصل طلب أيضا
عن طريق المتجر. خلاص وصل، يقول لازم إيلان تنشد من الوليد، وأنشدت، برافو من قدك، معك اليوم الوليد. يلا اليوم عندنا مين بيصير ملكة المتجر، هل جمان أم إيلان أم ابتهال؟ نشوف في نهاية العرض، هم عندهم كثافة اليوم في الطلبات. يلا برافو عليك، رائع جدا وتحيي، صدقي كبيرة. يلا معانا كله، ايوه حلوين. اللي يعبر عن افكاره ومستقبل رائع، يحلم يتبهى بطموحه العالي ويطور نفسه ويتعلم. اللي يعبر عن افكاره ومستقبل رائع، يحلم يتبهى بطموحه العالي ويطور نفسه ويتعلم. برافو عليه، برافو على اللي عنده شجاعة، واللي من غلطه يتعلم، يبحث ويناقش ويفكر قبل ما يحفظ لازم يفهم. برافو على اللي عنده شجاعة، واللي من غلطه يتعلم، يبحث ويناقش ويفكر قبل ما يحفظ لازم يفهم. برافو عليك، برافو عليك، رائع جدا وتحيي، برافو عليك، برافو عليك، رائع جدا وتحيي، صدقة كبيرة. برافو على اللي طموحه القمة، واللي عنده إرادة وهمة، وفي الوعد صدوق الكلمة، يرفع راس أبوه وعمه. برافو على اللي طموحه القمة، واللي عنده إرادة وهمة، وفي الوعد صدوق الكلمة، يرفع راس أبوه وعمه. برافو عليه، يشكر نعم الله ويحفظه، فحد جسمه ما يهملها، ويصلي لله ويدعي صور القرآن يرتلها. يشكر نعم الله ويحفظها، صحة جسمه ما يهملها، ويصلي لله ويدعي صور القرآن يرتلها. برافو عليك، برافو عليك، رائع جدا وتحيي، برافو عليك، برافو عليك، رائع جدا وتحيي، صدقة كبيرة. برافو عليك. يا الله للمبدعة الصغيرة الرائعة أريام عبده، كذا نشيد فيه شجن بصراحة من طفلة صغيرة. وصلت ايضا هدية عبر المتجر، ما راضي يتحدث بعد نشيدك. يلا يا الله.
ربي انت ربي انت ربي يا الله يا الله يا الله. ذكرناك ووحدنا دعوناك وناجينا فنورنا واسعدنا وللخيرات وفقنا نسمع أحلى تحية. جازان التميز، استعراض جازان التميز لزهرات أطفال ومواهب. كما نذكر عندنا سحب بعد قليل، أصحاب الآيفون لازم تكون محمل برنامجين، برنامج اسمه قناة أطفال ومواهب والبرنامج الثاني اسمه متجر قناة أطفال ومواهب، حملها وفعل الإشعارات حنسحب عشوائي. أصحاب الأندر برنامج واحد اسمه متجر قناة أطفال ومواهب، حملوا وفعلوا إشعارات عشوائي حنسحب. العائلة اللي تكون محمل البرنامج حيصلها كل منتجات المتجر. جازان التميز. عزمي طموحي جازاني، روحي وملهمتي جازان، روحي وملهمتي جازان. جازان مصدر إلهامي، جازان روضة أنسامي، جازان فرحة أيامي، جازان فرحة أيامي، جازان شعري والألحان، شعري والألحان في رؤيتي نور مساري، حلمي وفخري وأنواري، في رؤيتي نور مساري، حلمي وفخري وأنواري، تميزي في أفكاري، وفي البناء وفي الإتقان، وفي البناء وفي الإتقان. أنا البناء وأنا الباني، أنا التميز عنواني، عزمي طموحي جازاني، روحي وملهمتي جازان، روحي وملهمتي جازان. جازان مصدر إلهامي، جازان روضة أنسامي، جازان فرحة أيامي، جازان فرحة أيامي، جازان شعري والألحان، شعري والألحان. أنا السعودية سعدي، أبني حضارتها بيدي، أنا السعودية سعدي، أبني حضارتها بيدي، بالعلم تفخر يا بلدي، بالعلم تزدهر الأوطان، بالعلم تزدهر الأوطان. أنا البناء وأنا الباني، أنا التميز عنواني، عزمي طموحي جازاني، روحي وملهمتي جازان، روحي وملهمتي جازان. جازان مصدر إلهامي، جازان روضة أنسامي، جازان
وايامي جازان فرحة وايامي جازان شعري والالحان شعري والالحان وطني هواك باعماقي وسماك مطلع اشراقي وطني هواك باعماقي وسماك مطلع اشراقي بالعلم ارسم افاقي اسمو وحبك في الوجدان اسمو وحبك في الوجدان انا البناء وانا الباني انا التميز عنواني عزمي طموحي جازاني روحي وملهمتي جازان روحي وملهمتي جازان جازان مصدر الهامي جازان روضة انسامي جازان فرحة ايامي جازان فرحة ايامي جازان شعري والالحان شعري والالحان هيا معلمنا هيا نمضي معا نحو العليا هيا معلمنا هيا نمضي معا نحو العليا ونصنع المجد سويا فانت للجيل الربان فانت للجيل الربان انا البناء وانا الباني انا التميز عنواني عزمي طموحي جازاني روحي وملهمتي جازان روحي وملهمتي جازان جازان مصدر الهامي جازان روضة انسامي جازان فرحة ايامي جازان فرحة ايامي جازان شعري والالحان شعري والالحان شعري والالحان نسمع احلى واقوى تحية انها ملهمة جازان قبل ان نختم عندنا عرض باقي لكن لا يكتمل الجمال الا بالاستاذ المبدع اكرم سيد اسمع له اقوى تحية طبعا راح يسمعكم نشيد جدا رائع ها ايش مايك الله من قدك يا اكرم صديقي يا اكرم عنوان نشيد وين المايك اكرم يدور عليه يا عباس وين عباس هذا اختفى اسم عباس عباس خلاد عباس 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 وين عباس يا عباس المايك يا عباس عباس تعال يلا تعال طبعا هذا النشيد سافرنا أنا وأكرم في مصر وسجلناه طبعا مهندس الصوت من مصر يقول لي دي يقول ايه قلت له هو يقول بس الكورال يوضح لكم فأنا نفس الكلام أقول لكم هو بيقول انتوا لو تبغوا تفهموا الكلام ركزوا مع الكورال يعني الكورال لما يرد هي معنى الكلام ويحاول يقرب لكم المعلومة أكرم اسم عباس عباس أنا فيه ماي يقول لك جيب المايك أول ما بدأنا أول نشيد له نسوي قالوا أتحداك ينشد قلت لهم والله ينشد وأنشد طبعا ذا الثاني لسه الأكرم لكن يقول لكم جاهزين يا جماعة ما تسمعوا تحية يعني أكثر واحد يستاهل تحية والله أكثر واحد شليت الجمهور أوه حتى أنا والله ما أعرف لها هذه أيوة إيش هذا جميل جميل صور يقول لك أقول لكم هذا خطير يلا إلى صديقي أكرم يا أكرم يا أكرم يا شاطر يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا مبدع يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا شاطر يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا مبدع يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا
أكرم يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا أكرم أحبك يا إبراهيم أحبك أحبك منور حياتي أمانك وطيبك صديقي صديقي رفيقي بدربي تجلي همومي يا أكرم حبيبي صديقي صديقي رفيقي بدربي تجلي همومي يا أكرم حبيبي يا أكرم حبيبي يا أكرم يا أكرم يا شاطر يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا مبدع يا أكرم 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 يا بغاريب مجد بايب يا بغاريب مجد بايب يا غالي يا طيب يا أغلى الحبايب تحب الطفولة وزرع المواهب ظهرت بحياتنا وجودك فرحنا ومنك ابتسامة تخفف ألمنا ظهرت بحياتنا وجودك فرحنا ومنك ابتسامة تخفف ألمنا يا أكرم يا أكرم يا شاطر يا أكرم يا أكرم يا أكرم يا مبدع يا أكرم 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 رح نختم الفقرة هذه طبعا لسه فقرات قادمة وبعدها حنتجول بالحنطور وين الحنطور؟ قلنا لهم جيبوه أكرم طبعا هو يبغى في حفل وداع بنتي جوري أنشد نشيد ويبغى يسمعكم يقول خلوه يلا الليلة ليلته توني يا توني توني يا توني يعني جوري يا جوري يلا طبعا هذا ودع جوري بشعوره طبعا Yeah.
الله يا أكرم، الله الله من جدك. إذن نتوقف فاصل بسيط ونعود للعروض الأخيرة مرة أخرى. منتظرين صوروا هنا محمد وينه، وأيضا بالكاميرا اطلعوا البث من هنا. طبعا في العرض القادم إذا في أطفال مبدعات أنا ودي ألا يغيب اسم صامتة من فرقة أطفال ومواهب. عندي طفلتين أنا اخترتهم من صبية، تعالوا جلست أتابعهم مدة يومين، الميم لفت انتباهي فانضموا إلى الفرقة. راح أختار إذا كان في أطفال استعرضوا حلو نختار طفلة لتنضم مجانا لقناة أطفال ومواهب، بشرط أن تكون مبدعة وأهلها أيضا يريدون ذلك بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم. إذا ننتظر بعد قليل. خلاص تفضلوا، اخترناهم فكانوا مبدعات متألقات وما شاء الله تبارك الله. جاهزين؟ يلا الزهرات مع بعض اسماعيل، يلا تفضلوا. فاصل ونواصل بمشيئة الله تعالى. زهرات راح يتجولوا الآن. وبعدها إن شاء الله نعود للعرض الأخير باستطاعتكم. التجول الآن في مدينة الألعاب والكشكات الموجودة في الموقع. عند العودة سوف يعلن لكم بعون الله تعالى. فاصل ونواصل بعون الله. نرحب باللي انضموا إلينا عبر الهواء مباشرة. رحبوا الآن معي بزهرات أطفال ومواهب، ويلا يا عبد الله فوق. وضوح الشمس هذا طبعا وصل عن طريق المتجر أيضا الطلب، يعني بعضهم يقدر يطلب نشيد، تطلب نشيدك المفضل في البث المباشر. أستاذة فرح طلبت وضوح الشمس. وضوح الشمس يعني أن الإنسان في جميع علاقاته لابد أن يكون واضحا. أستاذ إسماعيل ارسل على طول عشان تجيهم الرسالة الآن، التتبع مباشرة. حتجيكم رسالة من أرامكس الآن على الرقم اللي أعطيتونا. لما تيجي الرسالة بلغونا. يلا يمر اليوم ويعدي وتبقى ذكريات الأمس، وناس غامضة كالليل وناس واضحة كالشمس. يمر اليوم ويعدي وتبقى ذكريات الأمس، وناس غامضة كالليل وناس واضحة كالشمس. وناس يحملوا همك بصدق وخالص النية، وناس يظهروا حبك وداخلهم كراهية. وناس يحملوا همك بصدق وخالص النية، وناس يظهروا حبك وداخلهم كراهية. وشخص تقابله مرة ويبقى داخلك ذكرى، وشخص تقابله مرة ويبقى داخلك ذكرى. وشخص إذا رحل عنك، وشخص إذا رحل عنك نسيت وما تحب تلقاك. وناس غامضة كالليل وناس واضحة كالشمس. يمر اليوم ويعدي
وتبقى ذكريات الأمس وناس غامضة كالليل وناس واضحة كالشمس وشخص عطيته الغالي بذلت الروح من أجله ولكن للأسف فاعك من أول فرصة لاحت له وشخص عطيته الغالي بذلت الروح من أجله ولكن للأسف باعت من أول فرصة لاحت له وناس عايشة لكن بلا نخوة ولا شيمة وناس عايشة لكن بلا نخوة ولا شيمة ومن باعوا الوفا برخيص ومن باعوا الوفا برخيص خاصوا ما لهم قيمة ايضا عن طريق المتجر وصلنا طلب استعراض ليلة هيم لا 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 ل
نسمع أحلى تحية. نسينا تحية غدي من قطر وسارة الياني، نسويها ونرجع نستعرض. هؤلاء طبعا غدي من قطر وسارة اليامي من الأحساء طلبوا تحية من في البث. كيف طلبوها؟ عن طريق المتجر، اللي حملوا المتجر طبعا موجود في جميع الأجهزة، يقدر دائما يطلب التحايا المكالمات من الزهرات. تجهز أميرة الآن، أعطنا خلفية عشان الصوت الخارجي ما يدخل معنا في البث. نذكر البث يأتيكم عن طريق التلفزيون وعن طريق تطبيق الجوال وعن طريق اليوتيوب وعن طريق الفيسبوك، كله لايف الآن. اللي حملوا أصحاب الآيفون، اللي حملوا قناة أطفال ومواهب التطبيق، تقدر تدخل وانت جالس تشوف البث المباشر HD 4K وانت جالس الآن. إذا فتحت التطبيق لأجهزة الأبل تقدر تشوف البث بدقة HD، وتقدر تشوف صفحاتنا في اليوتيوب. خلاص جاهزين؟ يلا مايك عباس، المايك اللي عندك هذا عباس، والله العظيم حكاية حكاية عنوانها عباس. كل واحد مننا مشغول. افتح المايك دقيق. لا 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 ما يصلح كذا، لازم وجهنا للكاميرا. لا خلو زي ما انت، خليك زي ما انتم تمام. اصواتنا يسمعوها. يلا وخلو كذا دقيقه. لا خلي كذا، لا تحرك. لا لا مكانك، وانت مكانك، مكانك نفس المكان. نوجه تحية إلى صديقات القناة غدي من قطر وسارة اليامي، ونشكرهم على طلبهم من النجار. الله يسعدهم مثل ما سعدتونا، نحبكم. يا سهران للمبدعة مرام، وبعدها أيضا طلب أيضا وصل نصيحتي إعادة استعراض. نصيحتي دائما يطلب ما شاء الله في الافتتاحات. يا سهران لأطول وحدة، طبعا أنا أطول واحد بين الموظفين وهي أطول وحدة بين الزهرات، صح؟ لا. كيف لا؟ يعني أنا من طويل؟ لا لا، أنت قلت أنا أطول وحدة. كيف العكس صحيح؟ أتحدى في أحد أطول مني من الموظفين؟ مستحيل. أنا حتى اسمعي لوقف يوقف جالس. يلا يا سهران. حتى لا تصحو متأخر يا سهران،
نسمع أقوى تحية. نصيحتي وصل طلب عن طريق المتجر. ما شاء الله هذا طلب. نصيحتي نصيحتي يا ابني الغالي وابنتي، انتو حبي وفرحتي وانتو املي في دنيتي. نصيحتي 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 نصيحتي. ابشر ابشر بفرحتك، كلنا ننصت لحضرتك بابا الغالي حبيبنا، كم تسألنا نصيحتك. اول كلمة تهمكم عيشوا بالحب بينكم، وطاعة ابوكم وامكم فيها هناكم وسعدكم. وأول كلمة تهمكم عيشوا بالحب بينكم، وطاعة أبوكم وأمكم فيها هناكم وسعدكم. حاضر حاضر حبيبنا، حاضر حاضر حبيبنا، بابا بابا تسلم لنا تسلم لنا. حبايبي حبايبي يا ابني الغالي وابنتي، انتو حبي وفرحتي وانتو املي في دنيتي. نصيحتي 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 نصيحتي. ابشر ابشر بفرحتك، كلنا ننصت لحضرتك بابا الغالي حبيبنا، كم تسألنا نصيحتك. عيشوا بالجد والأمل وخلوا التسويف والكسل، مفتاح المجد والعلا هو الإتقان في العمل. وعيشوا بالجد والأمل وخلوا التسويف والكسل، مفتاح المجد والعلا هو الإتقان في العمل. حاضر حاضر حبيبنا، حاضر حاضر حبيبنا، بابا بابا تسلم لنا تسلم لنا. حبايبي حبايبي يا ابني الغالي وابنتي، انتو حبي وفرحتي وانتو املي في دنيتي. نصيحتي 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 نصيحتي. هذه نصيحة من خلاب اغلى اغلى من الذهب، منك يا با حبيبنا مثلك يا العلم والأدب. هذه نصيحة من خلاب أغلى أغلى من الذهب، منك يا با حبيبنا مثلك يا العلم والأدب. حاضر حاضر حبيبنا، حاضر حاضر حبيبنا، بابا بابا. شكرا شكرا حبايبي، شكرا شكرا حبايبي، شكرا شكرا حبايبي. إذن هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم والاستمتاع مع الجمهور. عطنا عبد الله جاهز، اللي طلبوا المتجر وصلهم رسالة يتأكدوا وصلت. حلو. طلب الثاني وينهم؟ جتهم الرسالة. بعد هناك مسابقات مع الكابتن عباس. شكرا لقناة أطفال ومواهب بقيادة الأستاذ إبراهيم أبو جبل.
والطاقم الفني الموجود معنا، شكرا لهم من الأعماق على الفقرات الجميلة اللي جابوها والفقرات الاستعراضية والأناشيد الجميلة المفيدة لجميع الأطفال. أبغى أسمع تحية مع صرخة قوية، وين؟ أيضا وصلتنا هدية من الأستاذ الوليد لمرام. يا مرام. أيضا وصلت الوليد. أيضا وصلت الأستاذ إبراهيم أبو جبل هدية العباس، صح ولا لا؟ يا أخي ما تبغى تقرأها ليش؟ طيب. يا أخي اقرأها يا أخي. أقرأها. الله. وصلت هدية لعباس. ما لها جزية. إني أقول لك جزاك الله خير. بس. في أحلى من كذا. والله وصل طلب دقيقة. لا 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 شكل هذا المتجر يضبط لي. أيوه هذا المتجر لي اللي ما جت اللي جتها رسالة الآن الجائزة الهدية مهلية. لا مهلية جائزة. إذن شكرا لها الجمهور الرائع اليوم المتواجدين، سعدنا بكم. الآن استراحة. نسمع أقوى تحية. في ناس يقولوا ليه يوم واحد؟ هذا بندر حمدي عندكم هو السبب. قولوا بندر أبغى أسمع. يلا كلكم. أيوة شوف يا بندر يعاتبونا إحنا كلهم يجوا ليش يوم واحد؟ قلنا لهم هو مو إحنا. صادو من خالف الأخلاق صادو، مهما تخفى أو تكتم، ومن تعدى الناس عادوه ويصير عايش في التهمهم. عباس صح؟ اوه مالك تبغى هديه؟
صادوم 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 فالأخلاق صادو مهما تخفى أو تكتم ومن تعدى الناس عادو ومن تعدى الناس عادو ويصير عايش في التهمهم تهمهم واحد يشيل فلوس على أبو من دون ما حد كان يعلم في يوم سواها ويشافو صادو ساعتها تلطم تلطم يلا كله يلا نرجع مكاننا من خلف الأخلاق صادو لما تخفى أو تكتم ومن تعدى الناس عادو ومن تعدى الناس عادو ويصير عايش في التهمهم تهمهم واحد يقول رايح يذاكر لكن يروح النت يلعب صادو في المقهى يأنتر صادو في المقهى يأنتر يأنتر واليوم لو يخرج مراقب مراقب هاي يلا حلوين ارجع من خلف الأخلاق صادو لما تخفى أو تكتم ومن تعدى الناس عادو ومن تعدى الناس عادو ويصير عايش في التهمهم تهمهم واحد يماشي عيال حارة أخلاقهم ما هي سوية صادا أبو يشرب سيجارة صادا أبو يشرب سيجارة سيجارة واللي حصل ما هو شوية يلا نرجع من خلف الأخلاق صادو مهما تخفى أو تكتم ومن تعدى الناس عادو ومن تعدى الناس عادو ويصير عايش في التهمهم تهمهم هم 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 صادو خير الناس أنفعهم للناس خير الناس يشكو من شدة قم فاعل
شيئا ما قم ساعد يا مبتسما هذا الشهر حاجته لدواء جد بالمال وازل كل عنا هذا الشهر حاجته لدواء جد بالمال وازل كل عنا إذن نتوقف ونهرب عشان عشان ما يرجعنا سبندر نقول نتوقف ونهرب إذن ناخذ صورة مع الإدارة الجماعية شكرا لكم أنتم أيها الجمهور شكرا إدارة هالمهرجان ممثلة في الأستاذ بندر والأستاذ هالة شكرا للجميع شكرا أستاذ عباس دائما الكوميديا والمتعة ما حصل هدية فأشكره شكرا جميلا طيب زهرات رصة التصوير معايا سريع محمد بالكانون صورة فوتو